وحول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا. بعد التحية سيد علي، بداية نبارك لكم حصد هذه الجوائز التي تؤكد على حرص الشركة على تعزيز جوانب السلامة، ماذا يعني لكم هذا الإنجاز؟ مساء الخير أختي. طبعا في البداية أتقدم لكم بجزيل الشكر على هذه الاستضافة بمناسبة فوز ألبا بست جوائز رئيسية من مجلس السلام الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية. وودنا نستعيد هذه الفرصة مثل ما تفضل التقرير أن أشكر جميع عمال الشركة وعمال المقاولين على تحقيق هذا الإنجاز الذي تم تحقيقه لأول مرة في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 51 سنة. بالنسبة للفوز بهذه الجوائز الرفيعة فيتمثل لنا الكثير ولله الحمد من حيث الاستمرارية والطموح للوصول إلى مستويات أعلى إن شاء الله بالحفاظ على سلامة العمال وعمال المقاولين. وطبعا هذه الجائزة تعتبر يعني من الجوائز العالمية المهمة اللي لها معايير متخصصة في تخصيص الجوائز، مثل ما أشار التقرير أنهم 6 جوائز، وهذه الجوائز جاءت على معايير مختلفة من ضمنها عدم حصول أو حدوث أي إصابات بليغة أو مضيعة للوقت خلال العام 2021، ومن ضمن المعايير الأخرى هو نتيجة إلى وضع الشركة خطط وبرامج عديدة في مجال السلامة من تدشين حملات السلامة على فترات مختلفة من العام بشكل دوري ومستمر، وطبعا التدريب إلى دور كبير وتثقيف العمال. فهذه الجوائز من ضمنها خاصة التحسن في مستوى السلامة ينظرون من بعض المعايير كم ساعات العمل اللي تم تدريبهم من العمال لتوعيتهم بمخاطر الأشغال الموجودة في المصهر. فهي كل المعايير يعني تم تحقيقها إن شاء الله بالتضافر جميع الجهود في الشركة، والإنجاز ليس إنجاز معين بل إنجاز كل العمال والمقاولين. والأهم مثل ما قال التقرير إن إحنا 27 مليون صفاقة إن شاء الله إذا استمر الوضع كما هو عليه والعمال يعني اشتغلوا بسلامة وحسب الأنظمة والقوانين إن شاء الله راح نتخطى 27 مليون، راح نصير 28 مليون إن شاء الله. وهذه أول مرة في تاريخ مصانع العالم شركة بمثل مظهر توصل إلى 28 مليون ساعة بدون إصابة مضيعة للوقت. نعم، نبارك لكم مجددا على هذا الإنجاز السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.